بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم أن تكونوا جميعا بخير. أنا زعلان لما فني اتصل بي ويحكي لي، يقول لي تكييف بيسد، تكييف يا باشمهندس بيعمل سدد معايا، لما بيطفى بلاقي الضغط بتاعه بيرفع لحد 150، لكن لما بشتغل بيلف بينزل معايا لحد 30، لحد 20، لحد ساعات مرات لحد 0، مهما يزود فريون بينزل. وحكالي مواصفات التركيبة، الوحدة الخارجية أعلى شوية من الوحدة الداخلية، والمسافة ما بينهم 5 متر أفقية، بس الوحدة الخارجية أعلى شوية. وطبعا التكييف راكب بقاله 7 سنين وما بيفصلش خالص، راكب في مكان كبير عليه ما بيفصلش خالص، 3 حصان. قلت له ده سدد. فلما فك الوحدة الداخلية لقى الزيت نازل، زيت كتير جدا نازل من الوحدة الداخلية. اتصل بيه قال لي الزيت نازل زي الحنفية، زي المية، نازل كتير. قلت له خلاص، ده معناته فك الوحدة الداخلية والخارجية وهاتهم على الورشة وتعالى. طبعا انا مش تعالى عندي في الورشة، لا ده هو في بلد وانا في بلد. بالفعل فكوهم واتصل بيا قال لي جبتهم. قلت له تروح تجيب في اليوم 41 وتضغط الوحدتين، افصل الكمبروسر طلعه على جنب واضغط الوحدتين في اليوم 141، يعني الكوندنسر لوحده 141 والمبخر لوحده 141، ويسيبهم على كده الليلة كاملة، ويجي بكرة يفتح يطلعهم ويكنسهم، او مثلا يطلع يحط كده ويفتح فريون 22 يزق ال 141 اللي احنا حطيناه ويزق الزيوت ويطلع بره خلاص. لان ال 141 بيدوب الزيت. يعني ايه بيدوب الزيت؟ يعني الزيت ده دهن مجلط كده، واقف في لين، واقف في المواسير، لازق ماسك فيها، لازق فيها، ومجرد ما احط ال 141 بيحلها، بيخليها تفقد خواص اللزوجه بتاعتها، بتتحل خالص. فتيجي تاني يوم بعد ما عدى 8 ساعات 10 ساعات كده، تيجي تلاقيها نظفت الوحدتين. قلت له تنضف الوحدتين والكمبروسر، تفضي بقيه الزيت اللي فيه وتحط له الزيت بتاعه، احسب الكميه بتاعه الزيت بتاعته وحطها له. تمام؟ قال لي تمام يا باشمهندس هعمل كده. بالفعل بعدها بيومين ثلاثه بقول له ايه الاخبار؟ قال لي الحمد لله تكييف شغال تمام. بعدها ب 20 يوم اتصل بيه قال لي رحت لقيت كمبروسر محروق، اعمل ايه؟ هو انت يا ابني نضفت زي ما قلت لك؟ قال لي لا. هم تقول نضفت ازاي؟ قال لي جبت حاجه اسمها شوزن، ماده التنظيف برضو اللي هي الصغيره دي، الانابيب الصغيره. قال لي سلكت وحطيت واشتغل معايا وكان كبسه حلو يا باشمهندس، وبالاماره كمان اشتغل 20 يوم كويس. والكمبرسر انحرق بماده الشوزن اللي دخلت وما طلعتش. حتى ال 141 يحرق الكمبرسر، لان هو اصلا بقول له فكيت الكمبرسر من الدايره، قال لي لا ما فكتهوش، نضفت بيه وبعد كده حتى فتحت خط الطرد وحطيت الزيت بالسرنجة وخلاص. بعد ما خلص تنظيف حط الزيت بالسرنجة. الشاهد من الموضوع، انت انا مش مسؤول عنك، انت هتتصل بيا هقول لك ايوه المشكلة ايه كذا كذا، انا مش شايف، انت حسب شرحك ليا وفهمك ليا انا بديلك مجرد النصيحة او المحاولة، انا مش شايف عشان ما تجيش تلبسها انا فيا. اعمل اللي بقول لك عليه بالحرف الواحد، حتى لو انحرق يبقى احنا لا انا ولا انت قصرنا في الشغل، انما حضرتك تروح تجيب لي ازازتين ثلاثه سوزن ب5 جنيه الواحده وتقول لي انا نضفت التكييف وبقيت مهندس تكييف، راح مهندس تكييف جه وفرحان قوي يا باشمهندس، وفي الاخر انت اصلا ما سلمتش الشغل صح، تغرم الناس 20,000 جنيه ليه؟ يعني ليه بالعجل كده؟ ليه؟ طبيعي يسيبوك ويروح يجيبوا غيرك. لما انا مكان فيه حوالي 20 جهاز، جهاز واحد بس اللي باص فيهم جابوك، لما انت هتخرب بيتهم هيسيبوك ويجيبوا غيرك، وهتخسر صيانة ال20 جهاز لقدام. ده غير الخسارة الكبيرة اللي بتاعت ربنا، انت لا تتقن العمل، لا تتقن العمل، اتقن العمل عشان ربنا يبارك لك، احسن كما احسن الله اليك، اجتهد وذاكر وخد معلومات مني ومن غيري ومن غيري. انا والله بتصل بناس وباخد معلومات، ربنا يجزاهم خير ويبارك لي فيهم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
والحمد لله رب العالمين.